هذه النشرة برعاية بنك HSBC. أشار وزير السياحة أن قيمة العائد الاقتصادي من خريف صلالة بلغ 180 مليون ريال عماني بحسب دراسة قام بها بيت خبرة، وهما يؤكد أن العائد المادي أكبر بكثير من الذي تم إنفاقه. دعا مختصون لتفعيل دور المتحدث الرسمي في الجهات الحكومية، مطالبين الجهات الحكومية أن تكون قريبة من الإعلاميين. جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلام والإشاعة المنعقد اليوم. أنهت وزارة النقل والاتصالات من دراسة المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل كلفة صيانتها. في إطار تعزيز مهارات الطلبة وخبراتهم العلمية والعملية، قام قسم التقنية الحيوية التطبيقية بتطبيقية صور بزيارة ميدانية لمتحف التاريخ الطبيعي بمحافظة مسقط كجزء من مقرر المحافظة على البيئة في عمان.